ممكن تعرف طيب وتعرف تجفف وتعرف هذا باش تشوج اليوم. نو راك ما كتاخذش طيابه ولا نهضر معك بصراحه بحال دابا اللي كيقول لك عزبه ولا الفيخش. انا تنقول لهم اي واحد يسولكم واخا بالضحك واش توي فيخش واش انتي عزبه حبسي مع العلاقه ديك الساعه حيت ماشي شغلو ياك حيت انت ما واخدش اله ما واخدش واحد اون بارتي دو كور انت راك واخد اون بيرسون انسانه بعواطف باحساس بتعامل باخلاق بدين ماشي شغلك هذاك الشيء اللي تيهمو ملي كتعرف هذيك الانسانه يا ابخي ملي كتعرفها حتى اليوم التعامل ديالها معك كيفاش داير حياتها اللي دوزات انت